قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية. جاء ذلك خلال التصويت الذي أجراه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع المغلق الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب الاستماع إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن والدلبات حول تطورات الأوضاع الجارية في السودان.